ما في له ما في له حركات يلا يعني I don't know why it reminds me too much. أخذ قول بسم الله طبعا ما انه مطعم سعودي او اهم شيء كبسة ملوخية جوجل ماب يعني اكل ما فيه له حركات بسم الله كلها جريش مرقوق صح فين فلوس ما في جريش ورقة عنب جريش وعليه ورقة عنب سليك رز لا تقول لي أي نوع رز أنا ماني عارف أي نوع أبو بنت يمكن رز مع جريش كبسة مع جريش رز كبسة وحاجة ثانية هريس هريسة كبسة وجريش جريش وكبسة وين ها وين الملعقة سليق و صح سليق والورق هذا الشيء اللي تو نسيت اسمه الثاني اوكي نويش بدي اخذ يعني I don't know why it reminds me too much I could but I'm Spanish is it typical soup that my grandma used to do the rice soup that my grandma used to do. Mm-hmm. Oh, it is.